السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الجولة، وغادي تكون الانطلاقة من مدينة المحمدية صوب مدينة الدار البيضاء، باش ندير واحد الطويرة في مدينة الدار البيضاء، وخليكم معنا باش تشوفوا كيف تدوز هذه الجولة هذه إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بكم جميعا. الحمد لله الطريق تبارك الله راه زوينه، دوبل فوا في لي دو سونس في الاتجاهين، وغادي كتحسن. حنا دابا راه كاينين في زناته، غادي هي مدينه زناته الجديده. الدنيا راه مقاده تبارك الله، وراه غادي كيقادو تما الدنيا.
هنا راه كاين الاشغال، الاشغال ديال توسيع الطريق. كما كتشوفوا معنا احنا راه دابا قربنا العين السبع،
حنا دابا حدا عكاشة، فين كاين لا ميزون ديال البورش، كاين لا ميزون ديال السيارات اللي متواجدين هنايا، الماركات العالمية. شوفوا هذا اش كيدير، ناري بنادم مسطي قاطع الطريق. هذه هي لا ميزون مازيراتي ديال مدينة الدار البيضاء، متواجدة في عين السبع. احنا دخلنا دابا قربنا لحدا السونتر، المركز المدينة ديال الدار البيضاء بالنسبة للناس اللي متعرفوش المدينة. وحنا رحنا جايين من الطريق الساحلية اللي كتربط المحمدية بالدار البيضاء. ومرحبا بالجالية، مرحبا بالناس اللي تفكروا البلاد يشوفوا معنا هذا الفيديو هذا.
ما تنساوناش بلي لايك بلي جيم لي كومونتير ديالكم، بارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم. مرحبا بكم جميعا، القناة ديالكم بامتياز ان شاء الله. هنا دابا أمام فندق موغادور الدار البيضاء. أنا في وسط، في قلب مدينة الدار البيضاء، في وسط المدينة حدا كازابور أوتيل إيبيس. راحنا في قلب العاصمة، هذا هو أوتيل إيبيس اللي وريتكم. الجهة المقابلة ديالو كاين لاكار، هذا هو لاكار ديال التران المدينة. حنا غادي نكملوا هذه الجوله معكم الاخوان باش نوريكم مركز المدينه. ومرحبا بكم معنا، نديروا هذه الجوله هذه ونكتشفوا المدينه. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش المدينه ديال الدار البيضاء، هذا هو قلب مدينه الدار البيضاء. ومرحبا بكم جميعا. شارع الجيش الملكي، هذا من أقدم الشوارع اللي بناها المستعمر الفرنسي في هذيك الوقيته، حيث كانوا الأغلبية كيسكنوا في هذه المناطق، هذو الجاليات اللي كانوا عايشين في المغرب من الإسبان، من الفرنسيين والإيطاليين. هذه العمارات هي اللي كتشوفوا امامكم، شهيره في مدينه الدار البيضاء، معروفه من العمارات العاليه البنيان، من الاوائل اللي متواجده في مدينه الدار البيضاء. الحمد لله انتم كتشوفوا مدينة الدار البيضاء دائما كاين لي طرافو، دائما كيحسنوا من البنية التحتية ديال المدينة، وهادشي كله باش يسبب في الراحة ديال المواطن. انا كتعرفوها مدينة مليونية وكتستقطب الناس من جميع الجاليات المتواجدين في مدينة الدار البيضاء، ومن جميع جهات المملكة المغربية كيتواجدوا في مدينة الدار البيضاء، هذه المدينة المليونية. والحمد لله هذه هي المدينة الوحيدة اللي في المغرب اللي ما يقدر يتحنسر فيها حتى شي واحد، اللي جا يعيش فيها كل شيء تيعيش، واي حاجة قلبتيها عليها كتلقاها متواجدة في هذه المدينة هذه. يعني ما كاينش ديك القضية ديال ما كايناش ولا ما عندناش، هذا هو الاستثناء ديال الدار البيضاء. علاش الدار البيضاء؟ لا في المجال الطبي، لا في مواد البناء، لا في اي مواد من اللي كيحتاجها في الاساسيه الانسان في الحياه ديالو،
كيلقاها في هذه المدينه هذه ضبطا. وان شاء الله الفيديوهات المقبلين غادي نديرهم لكم على بزاف ديال المسائل الاساسيه في الحياه اليوميه ديال المواطن اللي متواجده في الاسواق الجمله ديال المدينه. غندير لكم عليها فيديوهات واجزاء ان شاء الله. دابا غادي نزيدو نتعمقو في المدينة وغادي نقربو لكم من حدا شارع محمد الخامس اللي غادي ندخلو ليه، اللي ولا فيه دابا كيعبر التراموي. هنا كاين عدة فنادق بالنسبة للناس الأجانب اللي كيجيو للمدينة. هاد المنطقة هادي كلها عامرة بالفنادق السياحية المصنفة على حساب النجوم. بالنسبة للناس الأجانب اللي تيقصدو مدينة الدار البيضاء، هاد المكان راه ممتاز بالنسبة ليهم لأنه قريب من جميع المرافق، وكما قلت لكم كيتوفر على فنادق عديدة، وكاين المطاعم، كاين بزاف د الخدمات بالنسبه للناس الاجانب اللي تيقصدوا المدينه سواء في التجاره او في السياحه. ها انتم كما تشوفوا المطاعم اللي قلنا لكم. وهذا شارع محمد الخامس هو من الشوارع اللي تبنات على يد المستعمرين الفرنسيين انذاك، وكانت كتسكن فيه الجاليه الاجنبيه اللي كانت كتقيم في المقيمه بالمغرب في مدينه الدار البيضاء. ولا شتيو حتى الفن المعماري اللي تيطغى على هذه المنطقه هذه، غادي يبان لكم بحال راكم في مدينة من المدن الأوروبية، لأن المعمار بقي هو بنفس الشكل المتواجد إلى يومنا هذا في بعض المدن وخاصة الفرنسية بحال مونبيليي بحال ليون، تقريبا في ذاك الحقبة المهندسين الفرنسيين هما اللي اشتغلوا على بناو هذه المنطقة هذه واستقطبوهم من فرنسا وداروا تقريبا نفس الشكل اللي متواجد عندهم في الدول ديالهم. يعني الا جلتي في المدن العتيقه المغربيه ولا المدن كاع المغربيه اللي كانوا فيها المستعمرين، خلاو واحد البصمه ديالهم من خلال البنيان. بحال الا مشيتي مثلا لمدينه فاس وكتشوف البنيان الفرنسي اللي بناو الفرنسيين في المدينه الجديده ديال فاس، غادي تحاب لك بحال راك في شي مدينه من المدن الفرنسيه الجنوبيه. ودابا هنا في مركز المدينه،
هذه هي السكة ديال الترامواي اللي كتعبر شارع محمد الخامس. دابا غادي نمرو باساج سوميكا. هو هذا الباساج اللي كاين فيه واحد الغالوري قيصريه كتوجد فيها الهواتف الملابس بزاف ديال الانشطه التجاريه كاينه في هذا الغالوري هذه في هذه القيصريه هذه. وباقي غادي نستأنفو الرحلة ديالنا. احنا دائما في قلب المدينة، هنا دابا راه في البرنس. هذا هو البرنس بالحلة الجديدة ديالو، وهاد المنطقة هادي منطقة تجارية فقط للراجلين. يلا تم الإعادة ديالها الهيكلة ديال هاد المنطقة هادي. يلا سالوا من الأشغال، تاهي فيها مقاهي فيها متاجر. احنا دابا حدا بارد بريد المغرب، وفين كاين بنك المغرب كذلك في مدينة الدار البيضاء. وغادي نلقى واحد الساحة ديال وسط العمالة الحمام معروفة، احنا نتوجهوا ليها دابا. وهاد الساحة هادي حتى هي المنطقة ديال تواجد عمالة مدينة الدار البيضاء والجامعة الحضرية للمدينة، وكاين بزاف المرافق الإدارية هنايا، وكاين كذلك المسرح الجديد ديال الدار البيضاء. احنا قربنا للساحة، الساحة الحمام المعروفة في المدينة. وهنا فين كون العمالة، الجامعة الحضرية ديال الدار البيضاء، وي كازابلانكا، المحكمة كذلك، المحكمة المختصة في داكشي ديال الإرث والنزاعات
الحمام. احنا دابا كنتواجدوا في شارع الحسن الثاني مدينة الدار البيضاء، وهذا هو اللي كيتلاقى مع شارع عبد المؤمن ديال الدار البيضاء. الا لقينا ماشيين غير نيشان، يعني في نفس الاتجاه، وكذلك هذا الشارع هذا كيعبر منه الخط ديال الترامواي المتجه الى الكليات ولا كذلك العين دياب كيمر من هنايا. وهذا كيتعتبر من الأحياء الراقية للمدينة.
حنا دابا في أكادير اللي كيخرج الشارع الزرق طوني، وكاين اتجاهات عديدة يمكن لك تمشي ليهم، أو مير السلطان، مر السلطان، حتى هاد الشارع هذا كتسكنو جالية فرنسية وجالية يهودية كانت كتقطن في هاد الزنقة هادي، وباقين شي أفراد منهم باقين ساكنين إلى يومنا هذا. كما قلت لكم لوقنا خارجين، جاء هذا هو شارع الزرقطوني، حتى هو شارع كبير في مدينة الدار البيضاء، للبداية ديالو من شارع المقاومة حتى
البورغون، يعني تل الجامع الحسن الثاني لقيتي غادي نيشان. وكيعبر عدة مناطق في المدينة. هذه البناية اللي كتواجد أمامنا هي الكنيسة المتواجدة في شارع الزنقطوني مع جوج مارس رومبوان دوروب. هذه هي الكنيسة اللي متواجدة على اليمين ديالنا. هذا بداية شارع جوج مارس من الكنيسة.
وهاد البناية اللي على اليسار ديالنا هذا هو كوليج محمد الخامس، محمد السنك. هذا هو ليسي محمد السنك. هنا كتواجد عدة مناطق خدماتية في هذا الشارع هذا، وتعتبر الشوارع الراقية في المدينة، حيث كيتوفر على عدد كبير من العيادات الطبية لأنها متواجد من المستشفى الجامعي ديال الدار البيضاء، كل من 20 غوش وموريزكو كلهم قريبة من هذه المناطق هذا. وفيه ليزابوراتوار بزاف ديال التحاليل الطبية، فيه المطاعم العالمية متواجدة في هاد الشارع هذا، بحال ماكدونالد، بحال KFC، بحال بيتزا هيرت. ها الماكدونالد، كاين متاجر كبرى، ها KFC قبالتنا. ولا درنا مع هاد الزنقة ونمشي هاد الزنقة هادي، غادي ندور على اليمين ديالنا، إلا مشينا نيشان نلقاو مستشفى 20 غشت، وكذلك هنايا مصحة الدكتور التازي الشهير معروفة للتجميل كاينة في هاد الزنقة هادي في الراس على اليسار ديالنا. وقبالتنا في آخر ديال هاد الشارع هذا كنلقاو مستشفى 20 غشت.